للجميع. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم إن شاء الله زعلوك مشوي فوق النار فقط، طريقة كيجي بها لذيذ بزاف. تقدروا تطبخوا به الأطباق الرئيسية ديالكم، اللحوم، دجاج محمر، جميع أنواع الحوص، مقلي، مشوي، كيجي رائع بزاف البنات كمقبل. يكونوا عندكم ضياف أكيد البنات، إذا دقوا عندكم شي حد أكيد أكيد جدا أنه غادي يسولكم كيفاش حضرتو. إذا حبوباتي تابعوا معي الوصفة. غنحتاجو في هاد الوصفة 3 فنجانات و 3 فلفلات و 2 مطيشات باش غادي نصوب لاصوص ديالي. اذا حبوباتي انا غنوضعهم دابا على النار فوق العافية عادي جدا. غادي نشعل البوطة ديالي، غادي نحطهم فوق النار ونقلبهم مزيان تيتشوب ليا مزيان ونحيدهم. اذا حبوباتي من بعد ما شويت الفنجان ديالي والفلفلة كيف ما كتلاحظوا معايا انا شويتهم مزيان، ما خصش نهائيا تبقى ديك القصوحية فيهم باش يجوني هشاش وزوينين من نديرهم في المقله ديالي. من بعد ما شويتهم حبوباتي اون فوا نحيدوهم من فوق البوطه كيخصنا نخشيوهم في ميكا وهما باقيين سخان. علاش؟ هذا هو السر البنات ديال زعلوك ديالنا باش يجي زوين ولذيذ، كيخصو يعني باش يعرق ليا مزيان باش نحيد ديك القشره ديالو بكل سهوله بلا ما نغسلو بلا والو. انا غنوضعو دابا على جانب ونوجدو لاصوص ديالنا. اذا حبوباتي في مقله غادي نحكو زوج المطيشات، شويه الملحه تقريبا نصف ملعقه، غنديروا شويه زيت العود تقريبا 3 المعالق كبار. زيت العود البنات هو السر ديال ديال زعلو، هو والكمون والثومه. ملعقه كبيره ديال الكمون، زوج المعالق ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، معلقة ديال ليبزار، ستة الفصوص ديال الثوم محكوكين، وزوج معالق كبار تقريبا ديال القزبر والمعدنوس. كيف سبق وقلت لكم حبوباتي المعدنوس والثومه هما السر ديال زعلو، قد ما كانوا كثار قد ما مزيان. وانا البنات زدت فلفل احمر حار اختياري، اذا كان كيعجبكم الحار طبعا، اذا ما كانش كيعجبكم فتقدروا تستغناو عليه. على نار هادئه البنات غادي نوضع لكم المكونات ديالي في المقله وغادي نحركهم مزيان حتى يتشحروا مزيان وتوقف لي ديك لاصوص ديالي. على جانب حبوباتي منين غادي نقشر زعلوك ديالي يعني اللي كنا وضعنا في الميكا، من بعد ما تعرق لي ديك الميكا مزيان ويعني تسهل لي انني نقشر داك زعلوك، البنات نصيحه ما تغسلوش بالقشره ديالو، لا هذا هو السر البنات، كيخصو يبقى في ديك هو اصلا كيطلقني واحد الماء وهذاك هو السر باش كيجي زعلوك ديالنا بنين. ما تغسلوش البنات، فقط غادي تدوزوا ايدياتكم على القشره ديالو وغادي تحيدوها وغادي قبل ما تساليو الفيديو حبوباتي كنتمنى لي من مشتركاش القناه تشترك، واللي عجبها الفيديو تضغط على لايك وتخلي ليا تعليق علاش لا. من بعد ما نوضعو حبوباتي في المقله غادي نبقى نخلط يعني باش نمزجو مع ديك لاصوص، ومن بعد البنات غادي نبدا نزيد العطريه ديالي غير تحميره والكمون وشويه الربيع، غادي نضيفهم باش كتبقى ديك النسمه ديالهم يعني جديده وكتبقى يعني كتعطي واحد البنه لذيذه بزاف. والبزار البنات حتى هو اذا بغيتو تزيدو شويه يعني فقط اذا بغيتو يعني يجيكم حار شويه، انا استغنيت عليه.
هو كيطيب حبوباتي غادي نبقاو نخلطو كل مره، غادي نحاول نبقاو الميكور باش كيدخل لي داك الطياب مزيان، و كيجينا في الاخر يعني طيب وزوين وبنين. كيف ما كتشوفوا معايا حبوباتي زعلوك ديالي كنحسو بيه طاب، كنبقاو هكا كاين معكوف فيه هكا مزيان مزيان مزيان، حتى كنحسو بيه صافي وقف، يعني صافي داب وقف، ديك الساعة صافي كنفيو عليه البوطة وكنقدموه بالصحة والراحة. إذا حبوباتي كان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، زعلوك نشفي ان شاء الله. كنتمنى من قلبي انكم تجربوه وما غاديش تندموا، واللي دقوا عندكم غادي يسولكم اشنو السر ديال زعلوك ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، وعلاش لا ما تنشروهوش مع صحابكم واحبابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه.